تفقد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي في زيارة لقاعدة العنادة الجوية بلحج حجم الاستعدادات العسكرية داخل القاعدة، وصاحب رئيس الجمهورية في زيارته عدد من القيادات العسكرية في المنطقة الرابعة وقوات التحالف. استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع كانت ميليشيات الحوثي قد تسللت إليها قرب منطقة الشريجة بمحافظة تعز، في حين أقدمت ميليشيات الحوثي على تفجير جسر ثبرة على طريق الشريجة الراهدة كثالث جسر يفجره الحوثيون على نفس الطريق بهدف إعاقة تقدم الآليات الثقيلة لقوات الجيش والمقاومة. في غضون ذلك وصلت تعزيزات عسكرية قادمة من قاعدة العنادة الجوية إلى الخط الواصل بين الشريجة والراهدة بمحافظة تعز لتقوية جبهات القتال لدى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. طالب أطباء وموظفو مستشفى الثورة بتعز في وقفة احتجاجية داخل المستشفى المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والجانب الطبي بالتدخل لإنقاذ مستشفيات تعز بسبب عدم قدرتها على توفير اسطوانات الأكسجين والدواء نتيجة الحصار المفروض على المدينة. رفع الحصار والسماح بدخول الأكسجين والأدوية والمساعدات الطبية الإغاثية وكذلك المشتقات النفطية. في محافظة إب تجددت الاشتباكات العنيفة صباح اليوم بين رجال المقاومة الشعبية في حزم العدين جبهة الشعاور والأهمول وميليشيات الحوثي في عدة مواقع تتبع مديريتا حبيش والقفر، وأجبرت المقاومة المسلحين الحوثيين على الانسحاب من بعض المواقع إلى منطقة الزواني المحادة لمنطقة قهز القريبة من مركز مديرية حبيش. تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في مديرية الصرواح غربي محافظة مأرب، ويسعى الجيش والمقاومة إلى طرد ما تبقى من الميليشيات. بدورها قصفت طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف فجر اليوم مواقع لميليشيات الحوثي والمخلوع في جبهة الصرواح بمأرب بعد ساعات من شن الطيران الحربي غارات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات. أعلنت القوات المسلحة الإماراتية وفاة أحد جنودها متأثرا بجراح أصيب بها في حادثة صافر بمأرب والتي حدثت قبل عدة أسابيع.